هسه وصلنا لموضوع البايو سينثيسيس اوف كولاجين، شنو هي الخطوات اللي راح يتصنع بيها الكولاجين؟ طبعا الكولاجين بالبدايه من يتصنع، يتصنع على شكل بري برو كولاجين، يعني ما يتصنع قبل بشكل الكولاجين الماتشور والاكتيف، لا بالبدايه يكون اسمه بري برو كولاجين. بالبري برو كولاجين شو نلاحظ؟ نلاحظ بانه كل سلسله من السلاسل الثلاثه اللي موجودة ضمن الكولاجين تكون بالبداية هيجي سلسلة عادية، لكن يكون اكو عندنا شنو بالطرف، يكون اكو مننا قطعة بالطرف ومننا قطعة بالطرف، هذه اللي تكون بالوسط هاي تكون هي هذه البريكول بروكولاجين، واللي الطرفيات هذني اللي بالأحمر نسميهم بروبيبتايد، هذه بروبيبتايد وهذه بروبيبتايد، واللي بالوسط هذه البروكولاجين. راح نعرف ليش ميزنا هذولا وحطيناهم غير لون، لأنه هذولا بعدين من تكمل عملية السنثيسيز مال الكولاجين ينقطعون البروبيبتايد اللي منا ومنا، فهاي ملاحظة مهمة نخليها ببالنا. فإذا البري برو كولاجين which contain a leader or signal sequence that directs the polypeptide chain into the lumen of the endoplasmic reticulum. إذا مثل كل البروتينات اللي حكينا عنها، الكولاجين بالبداية يبدي التصنيع مالته على الرايبوسومات وهي تكون فري بالسيتوسول، بعدين على النص وتتوقف هاي العملية وين تكمل؟ تكمل إلى أن يصير ارتباط الرايبوس سومات مع الاندوبلازميك ريتيكليوم، تمام؟ لذلك لازم يكون اكو بالبري برو كولاجين ليدر او سيجنال سيكونس حتى يوجهها وتروح ترتبط الرايبوسومات وين؟ على الاندوبلازميك ريتيكليوم. فاول خطوه سينثيسيس اند انتري اوف تشين انتو ذا لومن اوف رف اندوبلازميك ريتيكليوم. لاحظوا هنا شنو عندنا؟ هنا اجتي الرايبوسومات، لاحظوا هاي بالخطوه رقم واحد، هنا هاي الرايبوسومات وهذا الخيط السمائي هو الام ار ان اي اللي دنسوي له ترانسليشن. لاحظوا هذا اللومن مال الاندوبلازميك ريتيكليوم بلشت شنو هذه هنا تدخل، هذه هنا تدخل السلسله مال البروتين اللي دا يتكون، وهاي شنو هي اللي تكون هيك ملتويه؟ هاي السيجنال سيكونس اللي هي تفوت بالبدايه. الخطوه الثانيه كليفج اوف ذا سيجنال سيكونس، لاحظوا من هنا من هذا المكان اللي مأشرنا عليه بالسهم راح يصير قطع للسيجنال سيكونس. بعد ما يصير قطع للسيجنال سيكونس راح تبدي اكو موديفيكيشنز، مجموعه من الموديفيكيشنز تصير على البروتين وهو موجود في داخل الاندوبلازميك ريتيكليوم. شنو هي هاي الموديفيكيشنز؟ اول وحده يصير هيدروكسيليشن المن للبرولين واللايسين، فلاحظوا مضافه لها مجموعه الاو اتش، كل برولين يصير هيدروكسي برولين وكل لايسين يصير هيدروكسي لايسين، تمام؟ هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة addition of unlinked oligosaccharide، راح نضيف oligosaccharide يعني راح نضيف مجموعة كربوهيدرات. وين unlinked؟ يعني شنو unlinked؟ يعني على الأمايد جروب، قلنا على الأمايد جروب مال الأمينو أسيد. النقطة الخامسة مو فقط الأوليغوساكرايد، النقطة الخامسة ايش راح نضيف؟ نضيف جالاكتوز. احنا قلنا الأوليغوساكرايد وممكن نضيف أيضا مونوساكرايد، فايش راح نضيف النوب؟ لاحظوا هنا هذولي الهيدروكسيل اللي انضافوا بالبداية بالهيدروكسيليشن تحولوا إلى هيدروكسي برولين وهيدروكسيلايسين، وراها هاي المجموعة اللي باللون الأحمر هاي تمثل مجموعة الكربوهيدرات اللي هي قلنا بالبداية ضفنا أوليغوساكرايد وبعدين ضفنا جالاكتوز. وين ضفنا الجالاكتوز بالضبط؟ ضفناه على الهيدروكسيلايسين، تمام؟ النقطة السادسة chain alignment، لاحظوا بالنقطة السادسة صار جتي السلسلة الأولى والسلسلة الثانية والسلسلة الثالثة، لأن هاي الخطوات اللي دا تصير فوق ما دا تصير فقط على سلسلة واحدة، دا تصير على السلاسل ثلاثتهم اللي مكونين المن مكونين للكولاجين. فبالنقطة السادسة chain alignment اجوا اصطفوا هذول السلاسل الثلاثة واحدة مجاورة للأخ، وش تكون بيناتهم؟ لاحظوا تكونت هذه الدايسلفايد بوند، فاللي يربط، لاحظوا هنا العدد مال الدايسلفايد بوند اللي يربط بين السلسله رقم واحد ورقم اثنين، اثنين دايسلفايد بوند، هاي وحده وهاي وحده، بينما اللي يربط بين رقم اثنين ورقم ثلاثه كم وحده؟ وحده، اثنين، ثلاثه. فاذا جت اصطفت السلاسل ثلاثتها وتكونت بيناتها دايسلفايد بوند. بالنقطه السابعه
بدت هاي الثلاث سلاسل ورا ما اصطفت وحدة بصف الأخ وتكونت بيناتهم دايسلفايد بوند، بدا شنو يلتفون. لاحظوا التفوا على شكل تريبل هيليكال برو كولاجين. منين يكون اتجاهها؟ من السي تو ان تيرمينس، يعني من هذا الاتجاه. احنا لاحظوا بالبداية عندنا هنا على اليمين هذا السي تيرمينال وعلى اليسار ان تيرمينال، فالالتفاف يكون بهالاتجاه، بهالاتجاه من السي تيرمينال للان تيرمينال، يعني من اليمين لليسار يبدي الالتفاف، يبدي من هنا من هذا الطرف ويمشي هيك باتجاه الان تيرمينال. فهذا اللي يقصده بالنقطه رقم 7 بانه يتكون التريبل هيليكال بروكولاجين من جهه السي تيرمينال باتجاه جهه الان تيرمينال. زين بالنقطة الثامنة ايش راح يصير؟ completion of all linked oligosaccharide by addition of glucose. بالبداية ضفنا شنو؟ جلاكتوز. وين ضفنا؟ على الان لينكت، يعني على مجموعة الامايد مال الهيدروكسيلايسين. هسه ايش راح نضيف؟ هسه هم نضيف اوليغوساكرايد، لكن انتبهوا all linked يعني وين؟ على مجموعة الهيدروكسيل على ال OH. بالبداية سوينا ان لينكت جلايكوسيليشن، هسه راح نسوي all linked جلايكوسيليشن، نضيف مجموعة الاوليغوساكرايد اللي هي باي اديشن اوف جلوكوز. بالبداية ضفنا جلاكتوز، هسه راح نضيف جلوكوز. فلاحظوا صار عندنا لونين، هذه الحمراء والخضراء، ذولا يمثلون مجموعة الكربوهيدرات. زين بالبداية سوينا unlinked glycosylation، ضفنا جلاكتوز، هسا سوينا all linked glycosylation، ضفنا شنو؟ ضفنا جلوكوز. لكن عندنا ملاحظة جدا مهمة انه هذا الاولينكت وين يصير؟ بالجولجي كومبلكس، لان احنا اخذنا بالبداية انه عندنا نوعين من الجلايكوسيليشن، الانلينكت يصير بالاندوبلازميك ريتيكليوم والاولينكت يصير بعد ما ينتقل البروتين الى جهاز جولجي. فاذا هذا الاولينكت جلايكوسيليشن صار عندنا بعد ما انتقل البري بروكولاجين الى جهاز جولجي. زين هاي بالنسبة للنقطة رقم 8. للنقطة رقم 9 من جهاز جولجي راح ينتقل البري بروكولاجين الى داخل ترانسبورت فيزيكال. زين الترانسبورت فيزيكال ايش راح تسوي؟ تروح على البلازما ممبرين وتتحد وياه، تسوي فيوجن، ورا ما تسوي فيوجن تنفتح لي برا، اللي هي هاي سميناها العمليه اكزوسايتوسيس. الترانسبورت فيزيكال جتي صار لها فيوجن، التحمت او اتحدت مع البلازما ممبرين، بعدين انفتحت للخارج وطلعت المواد اللي بداخلها. هسه شنو نسوي بالنقطه رقم 11؟ تتذكرون بالبدايه ايش قلت لكم؟ قلت لكم انه كل سلسله من سلاسل الكولاجين بالنص برو كولاجين، ومنها ومنها عندنا بروبيبتايد، منها بروبيبتايد ومنها بروبيبتايد اللي هم السي تيرمينال والان تيرمينال. بالنقطه رقم 11 نجي نقطع ذول البروبيبتايد، نقطع الاطراف اللي منها ومنها، يبقى عندنا فقط الجزء بالوسط اللي هو اسمه تروبو كولاجين، فقط هذا راح يبقى عندنا. سوينا ريموفال المن، ازاله للان تيرمينال من هنا والسي تيرمينال، كله سوينا له ريموفال. هاي النقطه رقم 11. زين طبعا هنا دا يقول انه الانزيمات اللي جت قطعه الان تيرمينال والسي تيرمينال شنو اسمهم؟ بروكولاجين امينو بروتينيز قطع سلسله الان تيرمينال، والثاني اسمه بروكولاجين كاربوكسي بروتينيز اللي هو قطعه السي تيرمينال. ذولا انزيمات اثنين يقطعون من جهه الان تيرمينال والسي تيرمينال. هاي نقطه رقم 11. هسه نجي نشوف نقطه رقم 12 ايش راح يصير. لاترال اسوشيشن اوف كولاجين مولكيولز followed by covalent cross linking. راح تصير فد عمليه اسمها الكروس لينكينج بين الكولاجين، حتى شنو؟ تصطف الكولاجين على شكل كولاجين فايبرل. وراح ناخذ احنا بالموضوع اللي بعدها شنو هذا الكروس لينكينج اللي دا يصير بيناتهم. اخر شيء aggregation of fibrils. هاي الفايبرلز اللي تتكون تتجمع مع بعضها على شكل تجمعات، فيصير عندنا الكولاجين فايبر الرئيسي. فهاي هي شنو؟ خطوات تصنيف الكولاجين او البايوسينثيسيس اوف كولاجين. تمام. طبعا هنا منطينا مخطط ثاني يرجع يعيد لنا بالخطوات، انه بالبدايه تبدي عمليه تصنيع الكولاجين بالعمليه الاساسيه. هنا باديننا من الصفر. بالبدايه عندي دي ان اي
زين اسوي له ترانسكريبشن احوله الى mRNA. وين هاي العمليه تصير للترانسكريبشن؟ تصير بالنوكليوس. بعدها يطلع من النوكليوس هذا mRNA وين يروح؟ يروح للسيتوبلازم. وش يصير بالسيتوبلازم؟ الرايبوسومات تجي تكمل الخطوه الثانيه اللي هي عمليه الترانسليشن، تحول mRNA الى بروتين. زين فالخطوة الأولى يقول الجين، الجينات مال البرو ألفا 1 السلسلة الأولى والبرو ألفا 2 السلسلة الثانية، شي يصير؟ يصير ترانسكريبشن، يتحولون إلى mRNA. هاي الخطوة الأولى. بالخطوة الثانية mRNA يصير له ترانسليشن، وين؟ بالسيتوسول، ينتقل من النوكليوس يطلع للسيتوسول، تجي الرايبوسومات تسوي له ترانسليشن، تحوله إلى بري برو ألفا polypeptide chain that are extruded into the endoplasmic reticulum. لاحظوا من بدت الرايبوسومات هنا تسوي عملية الترانسليشن، راحت وين؟ التصقت. التصقت وارتبطت ويا الاندوبلازميك ريتيكليوم. بمجرد ما تروح للاندوبلازميك ريتيكليوم وتدخل السيجنال سيكونس في داخل اللومن مال الاندوبلازميك ريتيكليوم، يصير لها ريموفال عن طريق انزيم اسمه سيجنال بيبتايدايز. بالخطوة الثالثة ايش راح يصير؟ البرولين واللايسين يصير لهم هيدروكسيليشن. لاحظوا اضافة مجموعة OHOH للبرولين وحدة تنضاف ولللايسين ايضا تنضاف وحدة. بالنقطة الرابعة selected hydroxylysine are glycosylated. هسه الهيدروكسيليشن ورا ما ضفنا له مجموعة الهيدروكسيل OH نسوي له glycosylation. ايش راح نضيف له؟ نضيف له جلوكوز ونضيف له جلكتوز. اللي دائرة السوداء هذه تمثل شنو؟ الجلوكوز، والمربع الابيض الفوقها يمثل الجلكتوز. سوينا شنو؟ جلايكوسيليشن. بالخطوه رقم 5 البرو الفا تشين اسامبل انترتشين اند انترتشين دايسلفايد بوند ات ذا سي تيرمينال برو بيبتايد اكستنشن. بالخطوه رقم 5 لاحظوا الثلاث سلاسل جو ثلاثتهم بدوا يلتفون وحده على الثانيه من جهه السي تيرمينال باتجاه الانترمينال. بالخطوة رقم 6 ورا ما كمل الالتفاف مالتهم تكون عندنا تريبل هيليكس عن طريق زيبر لايك فولدينج مثل السحاب صار عندنا، وكله التف من السي تيرمينال لحد ما وصلنا للانترمينال، كله صار على شكل شنو؟ تريبل هيليكس. بالنقطة رقم 7 البروكولاجين موليكيول سكريتد فروم جولجي فاكيول انتو ذا اكسترا سيلولار ماتريكس. طلعت منين؟ من الجولجي للإكسترا سيليولار ماتريكس، طلعت برا الخلية. بالخطوة رقم 8 الانترمينال والسي تيرمينال سوينا لهم؟ سوينا لهم كليفج، قطعنا من السي تيرمينال ومن الانترمينال عن طريق البروكولاجين بيبتايدايز. هذه الخطوة رقم 8. بالخطوة رقم 9 ايش صار؟ لاحظوا هنا قطعنا السي تيرمينال انقطعت، وهنا الانترمينال ايضا انقطعت. بالخطوة اللي بعدها ايش راح يصير؟ self assembly of collagen molecule into fibrils تصطف على شكل fibrils with subsequent cross linking، تصير بيناتهم الكروس لينكينج. هسه راح نعرف شنو هي هاي الكروس لينكينج اللي دا تصير واللي يتحول بيها الكولاجين الى كولاجين فايبرل. كروس لينكينج فورميشن ذا فايبرلر اراي اوف كولاجين مولكيولز سيرف از سبستريت فور لايسيل اوكسيدايز. This extracellular enzyme converts some of lysyl and hydroxylysyl residue in collagen to all lysine and hydroxyallysyl that can condense with lysyl or hydroxylysyl residue in neighboring collagen molecule to form covalent cross link. حتى تفتهمون الكروس لينك فورميشن لازم تعرفون بانه احنا عندنا اكثر من جزيئه كولاجين راح يصير بيناتهم اتصال. هاي اول معلومه لازم تخلوها ببالكم انه بالكروس لينكينج عندي اكثر من جزيئه كولاجين راح يتكون بيناتهم فد اتصال. شنو هو هذا الاتصال؟ الجزيئه الاولى مالت الكولاجين، احنا مو كل جزيئه كولاجين اكو بداخلها لايسين وهيدروكسيلايسين. الجزيئه الاولى هذا اللايسين والهيدروكسيلايسين اللي موجودين بيها راح يتحولون الى شكل ثاني اسمه اللايسين وهيدروكسي اللايسين عن طريق انزيمات اسمها لايسيل اوكسيدايز.
من يحولها إلى هذا الشكل؟ هذا الشكل يصير كوندنسيشن، يعني يصير فد ارتباط أو اتصال بينه وبين اللايسيل والهيدروكسيلايسيل اللي موجودة في جزيئة الكولاجين المجاورة إليه، فيتكون بيناتهم كوافالنت كروس لينك. فإذا هاي معلومة جدا مهمة، من تفتهموها هيجي تفتهمون الكروس لينكينج، إنه أنا عندي جزيئتين كولاجين، انه احنا عندنا جزيئتين كولاجين، هذه الجزيئه الاولى ومجاوره لها نايبورينج لها جزيئه الكولاجين الثانيه، هذه اللي هنا بيها لايسيل وهيدروكسي لايسيل، تمام، وذيك هم بيها لايسيل وهيدروكسي لايسيل. اوكي، هاي راح تبقى مثل ما هي لايسيل هيدروكسي لايسيل، لكن الاولى اجي احول هذا اللايسيل والهيدروكسي لايسيل الى شكل ثاني اسمه اول لايسيل وهيدروكسي أو لايسيل. من يتحول إلى هذا الشكل عن طريق إنزيم اسمه لايسيل أوكسيدايز، يصير كوندنسيشن بين كل واحد منهم وبين الشكل اللايسيل الأصلي والهيدروكسي لايسيل الأصلي، فصار عندنا كروس لينكينج، يتكون عندنا كوافالنت كروس لينك بين جزيئة الكولاجين الأول وجزيئة الكولاجين الثانية. This cross-linking is essential. هذا cross-linking ضروري ومهم. ليش؟ For the tensile strength necessary for the proper functioning of the connective tissue. الconnective tissue اللي هي موجودة في كل مكان من جسمنا، هذا ضرورية حتى تكون proper functioning، وظيفتها تمشي بصورة طبيعية. لازم شنو تحتاج؟ tensile strength اللي هي هذه القوة التنشن المطاطية، تمام؟ فهاي التنسل سترينث منين راح تيجي للكونكتيف تيشو؟ تيجي من هذا الكروس لينكينج مال جزيئات الكولاجين مع بعضها. Any mutation that interfere with the ability of collagen to form cross-linked fibers almost certainly affect the stability of collagen. فإذا عندنا أي طفرة من تصير وتأثر على الكروس لينكينج فورميشن بين جزيئات الكولاجين راح تأثر على الستابيليتي مال الكولاجين. فإذا شنو هي الفكرة بالكروس لينك فورميشن؟ إنه عندي أكثر من جزيئة كولاجين، واحدة من عندهم أحول الهيدروكسيل والهيدروكسيلايسيل اللي موجود بيها إلى شكل ثاني عن طريق إنزيم اسمه لايسيل أوكسيدايز، يتحولون من هيدروكسيل من لايسيل إلى أول لايسين، ومن هيدروكسيلايسين إلى هيدروكسي أول لايسين. هذا الشكل الجديد يصير له شنو؟ يصير له كوندنسيشن ويا جزيئة الكولاجين المجاورة، فيتكون بيناتهم كوافالنت كروس لينك. هذا مهم، اي نعم مهم. ليش؟ لانه هو ينطيني التنسل سترينث اللي تكون ضرورية للبروبر فانكشنينج اوف ذا كونكتيف تيشو. هسه عندنا الكولاجين ديزيز، من يصير عندنا طفرات بالجينات المسؤولة عن اي نوع من انواع الكولاجين، اللي هي المفروض عندنا 30 جين تحمل كودات مال 12 نوع من انواع الكولاجين، زين، او نوبات تصير الميوتيشن مو بالجينات مال الكولاجين، نوبات تصير بالانزيمات اللي مسؤوله عن البوست ترانسليشنال موديفيكيشن مال الكولاجين. سواء صارت عندي الطفره بالجين الاساسي مال الكولاجين او بالجين مال الانزيمات تسوي موديفيكيشن بالكولاجين، انا بالحالتين راح تصير عندي كولاجين ديزيز، تمام. فاذا شنو سبب الكولاجين ديزيز؟ السبب الاول انه تصير عندي ميوتيشنز بالجينات المسؤوله عن الكولاجين تايبس. كم جين عندي؟ عندي 30 جين مسؤوله عن تكوين 12 نوع من انواع الكولاجين. والسبب الثاني للكولاجين ديزيز انه الميوتيشن تصير بالجينات المسؤوله عن الانزيمات اللي تسوي بوست ترانسليشنال موديفيكيشن بالكولاجين، تمام. فهاي السببين، سبب الاول ميوتيشن ان كولاجين جين، زين، اللي هي عباره عن 30 جين تحمل الكود مال 12 نوع من انواع الكولاجين، والنوع والسبب الثاني انه يصير عندي ميوتيشن بالجينات المسؤوله عن بعض الانزيمات، هاي الانزيمات تسوي لي بوست ترانسليشنال موديفيكيشن في جزيئه الكولاجين. The disease affecting bone، الامراض اللي تظهر بالكولاجين اغلبها وين تاثر؟ اما على العظم، مثل راح ناخذ مرض اسمه اوستيوجينيسيس امبيرفكتا، او تاثر على الكارتلج اللي هي الغضاريف. شو اسمها هاي الحاله الثانيه؟ كوندريو
كوندروديبليجيا، تمام؟ فإذا أكون نوع من أنواع الكولاجين ديزيز يأثر على العظام على البون سميناه أوستيوجينيسيز إمبيرفكتة، ونوع يأثر على الكارتلج الغضاريف اللي هو سميناه شنو كوندرو ديسبليجيا. defect in any step of collagen fiber synthesis result in genetic disease. من يصير عندي خلل بأي واحدة من الخطوات اللي حكيناهم قبل شوية 10 أو 11 خطوة في تكوين الكولاجين فايبر يصير عندي جينيتيك ديزيز. أي خلل بأي خطوة من هاي الخطوات ينطيني جينيتيك ديزيز. شنو وين راح يصير الخلل عندي؟ inability of collagen to form fibers properly، راح يصير عدم قدرة الكولاجين على تكوين الألياف بصورة صحيحة، وبالتالي ما راح تنطي للأنسجة with the needed tensile strength normally provided by collagen. احنا قلنا الكولاجين من يكون ألياف تنطيني تنسل سترينث فتقوة للأنسجة للكونكتيف تيشو. من هو أصلاً الكولاجين راح يفقد قدرته على تكوين هاي الألياف، ما راح يقدر ينطيني هاي التنسل سترينث للأنسجة بشكل صحيح. فهنا راح ناخذ أمثلة على الكولاجين ديزيز. الأول هو الأوستيو جينيسيز إمبيرفكتة، شو نسميه؟ بريتل بون ديزيز أو أوستيو جينيسيز إمبيرفكتة is caused by a mutation or absence of one of the gene coding type 1 collagen chain which interfere with assembly and function of the triple helix. اذا هذا المرض الاول سببه انه يصير عندنا طفره او absence، اصلا غياب واحد من الجينات المسؤوله عن type 1 collagen chain، فبالتالي راح يصير عندي خلل وما راح يصير قدره الكولاجين على تكوين الألياف ولا على تكوين التريبل هيليكس. فإذا هذا المرض البريتل بون ديزيز أو الأوستيوجينيسيز إمبيرفكتة ده يصير عندي طفرة بالجين أو أصلا الجين ما موجود، أما ميوتيشنز تصير عندي طفرة بالجين أو أبسنس الجين أصلا ما موجود، أصلا الجين المسؤول عن تكوين تايب 1 كولاجين تشين لو يصير بيه طفرة لو أصلا هو الجين كله على بعضه ما موجود، راح يتداخل ويا الاسامبلي اند فانكشن اوف تريبل هيليكس. فالتريبل هيليكس لا راح يتكون بصوره صحيحه ولا راح يشتغل فانكشن بصوره صحيحه. طبعا هذا مرض وراثي انهيرتد ديزيز، ايش راح يصير بي؟ تندنسي تو سفر ملتيبل فراكتشرز، العظام تكون هشه، فالشخص يصير عنده ملتيبل فراكتشرز، اي وقعه اي طخه اي صدمه خفيفه تتكسر عظامه، فيصير عنده ملتيبل فراكتشرز because of bone fragility، هشاشة العظام، العظام مالته تكون هشة جدا تتكسر بسرعة، لذلك مجرد رضة بسيطة وقعة بسيطة طخة بسيطة يصير عنده كسر. ليش؟ due to poor formation of its collagen cement base، بما انه احنا قلنا الكولاجين ما راح يقدر يكون التريبل هيليكس ولا يشتغل بصورة صحيحة ولا راح يكون الياف ولا راح ينطيني هاي التنسل سترينث القوة والمتانة للكونكتيف تيشو وللعظام. Four types of osteogenesis imperfecta are distinguished clinically. يقول من جوي شافوا هذا المرض شافوا انه اكو 4 أنواع ميزوها تختلف بشنو؟ بالجينيتك alteration that cause them as well as severity. اذا شافوا انه اكو 4 أنواع من هذا المرض، شنو الاختلافات بين النوع الاول والثاني والثالث والرابع؟ الاختلاف ده يصير بالتعديل الوراثي المسبب للمرض، يعني كل نوع من ذول الانواع الاربعه سببه فتخلل وراثي معين، مو كلهم نفس الخلل، ويختلفون ايضا بالسيفيريتي بشدة المرض او حدة المرض. فلاحظوا انه واحد تجي اعراضه خفيفة واحد تجي اعراضه قوية وهكذا. اذا عندنا 4 أنواع، شنو تختلف هاي الانواع بيناتها؟ تختلف بالجينيتك التيريشن المسبب لها التعديل الوراثي اللي سبب المرض، وتختلف بالسيفيريتي حدة او شدة المرض. منو اكثر نوع يكون سيفير حاد او شديد؟ هو تايب 2. زين ليش تايب 2 أكثر واحد يكون سيفير؟ لأنه يكون frequently lethal soon after birth، من تجي المولود الجديد عنده هذا النوع من المرض الوراثي لاحظوا أنه من يكون النوع الثاني يكون أشد وأخطر نوع. ليش؟ لأنه الطفل بعد فترة قصيرة شي يكون lethal يموت الطفل، هذا يكون نوع قاتل فترة قصيرة وراء الولادة يتوفى الطفل.
غير البون فراجيلتي، غير انه العظام مالته تكون هشه وتصير عنده كسور، شنو بعد ممكن يصير عنده؟ يصير عنده بلوس كيلرا، البياض مال العين يصير لونه ازرق، بون ديفورميتيز، تشوهات بالعظام، شورت ستيتشر، الاشخاص المصابين بهذا المرض يكونون قصار القامه، خصوصا نوع 3 ونوع 4 من هذا المرض، ويصير عندهم هيرنج لوس، فقدان سمع. فإذا عندهم بياض عينهم يصير أزرق، تشوهات بالعظام، قصار القامة خصوصا النوع 3 ونوع 4 وفقدان السمع. النوع الثاني من الكولاجين ديزيز اسمه إهليرز دانلوس سيندروم، عبارة عن متلازمة. هاي المتلازمة دا يصير عندنا ديفكت بالكولاجين سينثيسز، خلل في عملية تصنيع الكولاجين، أو نوبات مو بالكولاجين سينثيسز، نوبات بالكولاجين ستراكتشر، بالتركيب مال الكولاجين، او نوبات بالاسامبلي انتو فايبرز، نوبات بعمليه تكوين الفايبرز، الكولاجين ورا ما يتصنع يتحول الى فايبرز، نوبات بهذا التحويل هو اللي يصير عندي الخلل، فتظهر عندي هاي المتلازمه. اذا هاي المتلازمه اما سببها انه يصير عندي ديفكت بتصنيع الكولاجين او بالستركتشر مالته او بتحوله الى الياف، فينطيني مجموعه من الكونكتيف تيشو ديسوردرز، امراض الانسجه نسميها إهليرز دانلوس سيندروم. دول شي يصير عندهم هايبر اكستنسبل سكن اند جوينت، يعني جلدهم يصير مطاطي بحيث يقدر الشخص يسحب الجلد مال وجهه الى مسافه بعيده عن الوجه. لاحظوا هنا انا اكو شفت صوره بهاي المحاضره، هاي الصوره لاحظوا هذا هايبر اكستنسبل سكن، لاحظوا شلون ساحب الجلد مال وجهه مسافه ساحبه عن الوجه، هاي يسموها هايبر اكستنسبيلتي بالسكن وبالجوينت. بالسكن افتهمناها انه جلده مطاط ويقدر يسحبه، زين بالجوينت شنو؟ البارحه قلت لكم عليها اني انه تصير شنو عنده؟ يصير عنده المفاصل مالتهم تصير الطقطق، يمشي ونسمع طقطقة بالمفاصل بركبهم بأصابعهم بإيدهم، زين. ويصير عندهم poor wound healing، من ينجرحون دول الأشخاص شفاء هاي الجروح يستغرق وقت أطول من الناس الطبيعيين، ويصير عندهم cigarette paper scars، مثل اللي كأنه حروق مال شو من نحط الججارة على ورقة، نفس الشيء يصير وين scars، ندب على الجلد، ويصير عندهم بروسينج اللي هو معناها شنو؟ اكو معناها سب كيوتينيوس هيموريج، نزف تحت الجلد، فتصير عندنا هاي الطقع البنفسجيه واذر ستراكتشرال مانيفستيشنز. تمام، هاي خلصنا الكولاجين ديزيز. بقت عندنا كم موضوع متعلقه بالبروتينات. الاول هو ترافينج اوف بروتين synthesized on free ribosomes. تتذكرون احنا قلنا بالبداية انه اكو نوعين من البروتينات، بروتينات تتصنع على الرايبوسومات اللي تكون حرة ما مرتبطة باي شيء بالسايتوسول، هذا النوع قلنا وين تروح؟ اما تبقى بالسايتوسول سميناها سيستوليك بروتين، او تروح للنوكليوس للنواة، او تروح للميتوكوندريا، او تروح للبيروكزيزوم، اربع اماكن. والنوع الثاني من البروتينات اللي تتصنع على الرايبوسومات اللي تكون مرتبطة بالإندوبلازميك ريتيكليوم، ومنك اما تروح للإندوبلازميك ريتيكليوم تبقى بداخلها او الجهاز جولجي، او تروح لللايسوسومات، او تدخل في تركيب البلازما ممبرين، او تطلع خارج الخلية يصير لها سكريشن. النوع الثاني ذاك حكينا عنه بالتفصيل، وحكينا عن شلون راحت للإندوبلازميك ريتيكليوم وللجولجي كومبلكس ولللايسوسوم، كله حكينا عنه. هسه راح نرجع على النوع الاول اللي هي تتصنع على الفري رايبوسوم. اما تبقى بالسايتوسول فنسميها سايتوسوليك بروتين. هذا النوع ما راح يحتاج انه يروح الى مكان معين، يتصنع بالسايتوسول ويبقى قاعد بالسايتوسول، لذلك ما يحتاج انه تكون اكو بي ان تيرمينال سيجنال بيبتايد او ليدر سيكونس قلنا عنها. ليش؟ لأنه الليدر سيكونس مهمتها توجه البروتين إلى مكان معين بعد ما يكمل تصنيعه. هنا أصلاً ما تحتاج تروح لأي مكان، حتبقى بالسايتوسول، فما تحتاج السيجنال سيكونس. They have no other structural features to cause them to be taken up to by any other organelles. إذا لا تحتاج السيجنال سيكونس ولا تحتاج أي تراكيب ثانية توجهها إلى أي مكان ولا إلى أي نوع من أنواع العضيات، هي راح تبقى قاعدة بالسايتوسول.
الاحتمال الثاني انه ورمة تتصنع على الفري رايبوسوم تروح وين؟ تروح للنوكليوس. اذا تروح للنوكليوس لازم تكون عندها سيجنال سيكونس. شو اسمها السيجنال سيكونس اللي خاصه بالنوكليوس؟ اسمها نوكليير لوكاليزيشن سيجنال NLS. إذا البروتين ورمى يتصنع على الفري رايبوسوم يريد يروح للنوكليوس لازم تكون عنده سيجنال سيكونس خاصة اسمها نوكليير لوكاليزيشن سيجنال. تجي ترتبط بيها جزيئات موجودة بالسيتوسول اسمها امبورتين. هذا الامبورتين شنو؟ بروتين يسهل عملية انتقال البروتين اللي أصلي إلى النواة. تمام. فإذا البروتين يتصنع على الفري رايبوسومز اللي موجودة بالسيتوسول بعد ما يتصنع يريد يروح للنوكليوس لازم أكو شغلتين. الشغلة الأولى لازم يحتوي على سيجنال سيكونس خاصة اسمها نوكليير لوكاليزيشن سيجنال، والشغلة الثانية لازم تجي بروتين ثاني اسمه إم بروتين بالسيتوسول موجود ياخذها من ايدها لهذا البروتين وين يودي؟ يسهل عملية انتقاله الى النواة. النوع الثالث اذا ورمة تتصنع على الفري رايبوسومز بالسيتوسول تريد تروح للميتوكوندريا، ايضا لازم يكون عندها سيجنال سيكونس خاصة بالميتوكوندريا اسمها N-terminal mitochondrial import sequence. N-terminal mitochondrial import sequence هذه سلسلة خاصة لازم تكون موجودة بالبروتين حتى يقدر يتوجه ويروح للميتوكوندريا. These proteins maintain unfolded by the binding of chaperone protein that require ATP for their function. من تتصنع هذا البروتين مو يتصنع تكون هيجي عبارة عن سلسلة of polypeptide chain، وقلنا تظهر من عنده فد signal sequence خاصة بالطرف هنا سميناها شنو؟ سميناها N-terminal. من جهة N-terminal سميناها N-terminal mitochondrial import sequence. زين، شنو بعد عندنا النقطة الثانية اللي لازم تتوفر؟ لازم تجي ترتبط بيها بروتينات اسمها هذولي chaperones. ليش يرتبطون بيها؟ ذولا يمنعون البروتين من انه يصير بي فولدينج. لان من حيصير بي فولدينج تصير عملية دخوله في داخل الميتوكوندريا اصعب، فهاي الشابيرون تيجي تشلب بالسلسلة مال البروتين حتى تمنع عملية الفولدينج، تبقي البروتين انفولدد. زين، على مود شنو؟ يقدر يدخل للميتوكوندريا بسهولة. فإذا صار عندنا البروتين إذا يريد ينتقل للنوكلياس لازم بيه شرطين. الشرط الأول عنده سيجنال سيكونس خاصة اسمها نوكليير لوكاليزيشن سيجنال، والشرط الثاني إنه يرتبط بيه جزيئات بروتين اسمها الإم بروتين بارتيكلز تسهل عملية انتقال البروتين للنوكلياس. هاي بالنسبة للنوكليير. وإذا البروتين يريد ينتقل للميتوكوندريا هم لازم يتوفر بيه شرطين. الشرط الأول عنده سيجنال سيكونس خاصة اسمها N-terminal mitochondrial import sequence، والشرط الثاني يجي ترتبط بيه الشابيرونز اللي هي عبارة عن بروتينات تبقي البروتين unfolded حتى تسهل عملية دخوله للميتوكوندريا. لكن هذه الشابيرونز اللي تيجي ترتبط هنا تحتاج إلى ATP يلا تشتغل، تحتاج يعني إلى طاقة يلا تشتغل بصورة صحيحة. الشكل الأخير هي البروتينات اللي ورمة تتصنع على الفري رايبوسومز بالسيتوسول تنتقل وين؟ تنتقل للبيروكزيسوم. البيروكزيسوم قلنا ذيس بروتين هم لازم يكون بيها شنو؟ لازم تحتوي سي تيرمينال سيكونس. The importance of a proper transport to peroxisome is illustrated by Zellweger syndrome. يقول هنا انه البروتينات اللي لازم تروح للبيروكزيسوم اللي هي نوع من انواع العضيات اللي موجوده بالخليه لازم تحتوي سي تيرمينال سيكونس. زين، ضروري انتقال البروتينات للبيروكزيسوم؟ اي ضروري. ليش؟ لانه اكو متلازمه اسمها زيلويجر سيندروم. المصابين بهاي المتلازمه has dysphoric skeletal features, hepatomegaly and elevated blood copper, and most importantly the accumulation of VLCFA in tissue. زين، فهنا شنو هاي الزيلويجر سيندروم؟ الاشخاص المصابين بهاي المتلازمه يصير عندهم dysphoric skeletal features. يعني شنو dysphoric؟ dysphoric جايه من كلمه disformation. الفورميشن هو التكون بشكل صحيح، disformation
هو خلل بالتكوين. خلل بتكوين منه السكيلتال فيتشرز. سكيلتال فيتشرز مثل الايد، الرجل، الوجه، ممكن شكو شغلات اللي هي بيها عظام سكيلتال فيتشرز، هيصير عندنا بيها ديسفورميشن. شي يصير عندهم بعد هيباتوميغالي، تضخم بالكبد، إليفيتد بلاد كوبر، تجمع عنصر النحاس بالدم، ويصير عندهم accumulation، تجمع للفاتي أسيد. تمام، يصير عندهم تجمع للفاتي أسيد in tissue، تجمع للدهون بالتشو. شنو سبب هاي المتلازمة زلويجر سيندروم؟ سببها إنه disorder of peroxisome biogenesis and cells of affected individuals have very small or absent peroxisome. إذن يصير عندنا شنو؟ خلل في تكوين البيروكسيسوم. فالأشخاص المصابين بهذا المرض خلايا أجسامهم أما عندها كمية قليلة جدا من البيروكسيسوم أو أصلا ما عندها بيروكسيسوم. تمام، فبالتالي تظهر عندهم هاي المتلازمة اللي هي شنو؟ زلويجر سيندروم، اللي يصير بيها قلنا خمس شغلات. الأولى dysphoric skeletal features، hepatomegaly، elevated blood cooper، أربع شغلات، والرابعة accumulation of fatty acid in tissue. الأشخاص المصابين بهاي المتلازمة إيش قد يعيشون؟ أقل من 6 أشهر تكون أعمارهم ويتوفون. هاي بالنسبة للرايبوسومات اللي للبروتينات اللي تتصنع على الفري رايبوسوم، أما تبقى بالسيتوسول أو تروح للنواة أو للميتوكوندريا أو للبيروكسيسوم. زين، آخر شيء بروتين سورتينج اللي هو انتقال البروتينات. يقول how each organelle obtain it is unique set of a protein. قلنا شون العضيات تحصل على البروتينات مالتها. بروتين made in the cytosol are sent to different locations in the cell according to specific address label. كأنه كل واحد من عندهم يحمل فد عنوان وين موجود in their amino acid sequence. وإحنا عرفنا شنو هذا العنوان اللي يساعدها على أنه تروح للعضيات، هو عبارة عن signal sequence أو leader sequence. شفنا أنه كل بروتين خاص بكل نوع من أنواع العضيات بفد signal sequence خاصة، هو هذا اللي نسميه address label. كأنه كل بروتين شايل بيدة ورقة label مكتوب عليها عنوان، هذا الليبل أو العنوان هو عبارة عن sequence of amino acid اللي هي signal sequence أو leader sequence. When it is arrived to its correct address the protein enter the organelle. من توصل للعنوان الصحيح تدخل في داخل العضيات. يقول how can hydrophilic protein molecule، إذا كانت جزيئة البروتين hydrophilic تذوب بالماء، شون تقدر تعبر الممبرين الغشاء مال العضيات اللي هو يكون اللي يعبر من عنده هو عبارة عن دهون هذا الغشاء، فليعبر من عنده لازم يكون hydrophobic مو hydrophilic. فشون راح تعبر هاي البروتينات؟ هاي راح تعبر البروتينات عن طريق عندنا 3 طرق، 3 mechanisms تسهل عبور البروتينات من البلازما ممبرين. الأولى from cytosol into the nucleus، إذا البروتين يريد يعبر من السيتوسول يدخل في داخل النواة. The folded protein transported through nuclear pores، عندنا فتحات أو قنوات موجودة بالغلاف مات النواة. That penetrate the inner and outer nuclear membrane، إحنا عندنا الغشاء مال الخلية بغشاء inner داخلي وغشاء خارجي outer. البور يعبر الطبقتين، يعني هذه الطبقة الأولى الأوتر وهاي الطبقة الثانية اللي هي الإنر. نفس الشيء هاي منا الطبقة الأوتر وهذه الإنر. البور هاي القناة أو الفتحة هيجي تعبر الاثنين، هذه الفتحة عبر الاثنين، عبر الإنر ممبرين والأوتر ممبرين. فمن تدخل الموليكيول تعبر الطبقتين الإنر والأوتر. فإذا أول نقطة إذا كان البروتين يريد ينتقل من السيتوسول للنواة راح يدخل عن طريق شوفوا هذه النوكليار بورز اللي هي موجودة بالغلاف مال النواة. اثنين إذا البروتينات تريد تتحرك من السيتوسول لي وين تروح؟ للإندوبلازميك ريتيكليوم أو للميتوكوندريا. هاي عن طريق شنو؟ تذكرون إحنا قلنا بالفيديو اللي طلعناه التوضيحي انه اكو بالغشاء مال الاندوبلازميك ريتيكليوم فد قنوات سميناها ترانسلوكان.
فهنا اكو بروتين ترانسلوكيترز، قنوات خاصه تسمح بمرور البروتين اسمها بروتين ترانسلوكيتر، موجوده بالممبرين مال الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكليوم، لكن بيها شرط انه البروتين لازم يكون انفولد، ما صايره بعمليه الفولدنج. ولذلك قلنا انه البروتين اذا يريد ينتقل للميتوكوندريا لازم يتشلب ب التشابيرونز اللي تمنع عمليه الفولدنج. فاذا هاي النقطه الاولى افتهمناها، اذا تريد تنتقل للنواه اكو نوكليار بورز، فتحات او قنوات بالغشاء مال النواه. اذا تريد تنتقل للميتوكوندريا او الاندوبلازميك ريتيكليوم اكو بروتين ترانسلوكيترز موجوده بالغشاء مال الاندوبلازميك ريتيكليوم والميتوكوندريا، لكن هاي بيها شرط انه البروتين يكون انفولدد، ما صاير بي فولدنج، بعدها سلسله مفتوحه مو طيات او ملتف. النوع الثالث اذا البروتينات من الاندوبلازميك ريتيكليوم تريد تعبر تروح وين؟ للجولجي كومبلكس او لللايسوسومات او للبلازما ممبرين او تطلع خارج الخليه، هاي شلون تنتقل؟ تنتقل عن طريق الترانسبورت فيزيكلز، وشفتوها من شرحنا بالجزء الاول من المحاضره، قلنا انه من تريد تنتقل من جولجي كومبلكس لللايسوسوم او لاي مكان ثاني بعدها تنتقل عن طريق ترانسبورت فيزيكل، حويصلات ناقله. هذه تجي تحمل، تسوي لودينج، تحمل البروتين من الانتيريور سبيس او لومن اوف وان كومبارتمنت اند ديسشارج ذير لود انتو ا سكند كومبارتمنت. فاذا عندنا هذا المكان الاول وهذا المكان الثاني، هاي الترانسبورت فيزيكال تجي اول شيء على المكان الاول تحمل البروتينات وتطلع تتجه تروح للكومبارتمنت الثاني تفرغ المحتويات مالتها بالكومبارتمنت الثاني. فإذا يقول شنو which become loaded with a load of protein، تيجي تحمل البروتين من الانتيريور سبيس او لومن من الكومبارتمنت الاولى وتروح ديسشارج تفرغ هذا اللود اللي حملته بالسكند كومبارتمنت بالمكان الثاني. شلون راح تحمله؟ خو ما تجي تطب هيك قبل هنا، لا، تسوي فيوجن ويا الممبرين اللي هي حكينا عنها احنا قبل. هذا الفيوجن ايش سمينا؟ اندوسايتوسيس او اكزوسايتوسيس. ممبرين ليبيد اند بروتين ار اولسو ديليفرد. اذا هاي العمليه مال الترانسبورت فيزيكال ما تنقل فقط البروتينات، تنقل حتى ممبرين ليبيد اند بروتين، حتى البروتينات والدهون اللي تدخل بتركيب البلازما ممبرين ممكن تنتقل عن طريق الترانسبورت فيزيكال. فاذا شنو فكره الترانسبورت فيزيكال؟ تروح على الكومبارتمنت الاول تحمل البروتين تسوي لودينج وتروح تفرغه بالكومبارتمنت الثاني. شلون تفرغه؟ تسوي فيوجن، تسوي التحام او اتحاد مع البلازما ممبرين وتفرغ المحتويات مالتها. زين، هذا الفيوجن هو اما اندوسايتوسيس او اكزوسايتوسيس. اذا اندوسايتوسيس معناها للداخل، يعني هذا البلازما ممبرين وتجي هاي الترانسبورت فيزيكال تلتحم وياه. من تلتحم وياه، لاحظوا هنا من راح تلتحم وياه وين تنفتح؟ تنفتح للداخل، يصير هيك شكلها. زين، انفتحت للداخل وتفرغ المحتويات بداخل هذه الكومبارتمنت. بينما اذا كان اكزوسايتوسيس للخارج، يعني هي تريد تطلع من الكومبارتمنت فتجي تلتحم وياه، وشنو هي كانت بداخله، تجي هنا تلتحم وياه. ورا ما تلتحم وياه شلون راح تنفتح؟ تنفتح بهالشكل للخارج، التحمت وانفتحت للخارج وتفرغ محتوياتها هيجي. فالاندوسايتوسيس للداخل والاكزوسايتوسيس للخارج. اندوسايتوسيس the inward folding، inward يعني للداخل، and budding of plasma membrane، البلازما ممبرين يصير بفد انبعاج او فتحه للداخل حتى يكون نيو انتراسيلولار فيزيكال. بينما الاكزوسايتوسيس يصير فيوجن، اتحاد او التحام مع فيزيكال هي اصلا موجوده في داخل الخليه انتراسيلولار، تتحد ويا البلازما ممبرين على مود تطلع المحتويات الموجوده بداخلها to the outside the cell. اذا بالاندوسايتوسيس تكون الترانسبورت فيزيكال خارج الخليه، تتحد ويا البلازما ممبرين وتنفتح للداخل تفرغ محتوياتها داخل الخليه. بينما بالاكزوسايتوسيس تكون هي الترانسبورت فيزيكال موجوده في داخل الخليه، تلتحم ويا البلازما ممبرين حتى تنفتح للخارج وتفرغ محتوياتها. مثل منو عندنا example of receptor mediated endocytosis؟
نلقيه بعدة أماكن، مثل الترانسفيرين ريسبتر is responsible for binding and internalization of iron bound to the serum protein transferrin. عندنا عنصر الحديد الايرون يكون مرتبط ببروتين موجود بالبلازما اسمه ترانسفيرين، فصار عندنا مركب مكون من الحديد الاف اي والترانسفيرين. هذا شلون ينتقلن الى داخل الخليه؟ يرتبطن بريسبتر موجود على سطح الخليه، ورا ما يرتبطن هن والريسبتر ينبلعن كانه ينسحبن الى داخل الخليه. زين، فاذا هذا الاكزامبل الاول هو شنو؟ دخول الحديد اللي يكون مرتبط بسيرم بروتين اسمه ترانسفيرين. النوع الثاني هو ال دي ال ريسبتر. ال دي ال ال دي ال هو نوع من انواع الكايلومايكرونز اللي تحمل كوليسترول، ال دي ال باوند كوليسترول. هذا ال دي ال من يوصل للخليه المعنيه يرتبط ويا ريسبترات موجوده على سطح الخليه، ورا ما يرتبط ينسحب هو والريسبتر المرتبط به الى داخل الخليه. فاميليال هايبر كوليستيريميا ريزلت فروم انهيريتد ديفيشينسي او ميوتيشن اوف ال دي ال ريسبتر. من هاي الريسبترات يصير عندنا نقص بيها او طفره ما تتكون، يصير عندنا هايبر كوليستيروليميا. تتجمع هذا الدهون وين؟ تتجمع بالبلازما. زين، احنا حكينا عن البوست ترانسليشنال كوفالنت موديفيكيشن اوف بروتين. قلنا هذا النوع من الموديفيكيشنز ورا ما تكمل عمليه الترانسليشن وتكمل عمليه تصنيع البروتين للاخير تجي تصير عليه فد موديفيكيشنز. هاي الموديفيكيشنز ضروريه for their proper function and subcellular localization. هاي ضرورية حتى يشتغل البروتين بصورة صحيحة proper function، وحتى subcellular localization حتى ياخذ مكانه الصحيح في داخل الخلية. هاي الموديفيكيشنز عدناها أكثر من مرة ورح نرجع نعيدها. شنو هي هاي الموديفيكيشنز؟ أول شيء الجلايكوسيليشن اللي هو إضافة مجموعة كربوهيدرات مثل الجلوكوز الجلكتوز. وين نضيفها؟ أما أنلينكت إنه نضيفها على الأمايد سايد تشين مال الأسبارجينين، مثل منو؟ مثل الهرمون والجروث فاكتور ريسبتر، هرمون النمو. هرمون النمو يصير بهذا النوع من التعديلات، انه نجي على الامايد جروب مال الاسبارجينين اللي موجود بهذا الهرمون ونضيف لها شنو؟ جلايكوسيليشن، نضيف لها مجموعه جلوكوز او جلكتوز كربوهيدرات. ايضا شنو عندنا؟ نوبات ما نضيف مونوساكرايد، نوبات نضيف اوليغوساكرايد. الاوليغوساكرايد اللي هي عباره عن شنو؟ عباره عن من 2 الى 10 جزيئات مونوساكرايد متحده مع بعضها، يعني اما 2 مونوساكرايد او 3 4 وهكذا الى 10. فنوبات الكربوهيدرات اللي نضيفها ما تكون مونوساكرايد، تكون اوليغوساكرايد. ايضا تنضاف انلينكت، ايضا تنضاف على الامايد جروب، مثل منو؟ مثل المانوز 6 فوسفيت. المانوز 6 فوسفيت عباره عن اوليغوساكرايد تارجت جلايكوبروتين فور ديليفري تو لايسوسوم. هاي شفناها البارحه، قلنا من البروتين يريد ينتقل من جهاز جولجي لللايسوسومات لازم شنو؟ لازم المانوس الموجود بي يصير له فوسفوريليشن. اول شيء تنضاف مجموعه المانوس وبعدين يصير لها فوسفوريليشن. بعد شنو عندنا؟ بعد نوبات عندنا جلايكوسيليشن بس مو على الانلينكت، مو على الامايد جروب مال الاسبارجينين، ولا على مثلا الانلينكت المانوس، لا، هنا راح يصير الجلايكوسيليشن لكن على مجموعة الهيدروكسيل اللي موجودة اما بسيرين امينو اسيد او ثريونين امينو اسيد. هذا نسميه اولينكت جلايكوسيليشن. هذا مو موضوع جديد، هذا هواي مر علينا بانه الموديفيكيشنز اللي تصير عندنا بالبروتينات اهم 2 هي الاولينكت جلايكوسيليشن والانلينكت جلايكوسيليشن، حكينا عنها اكثر من مره. شنو بعد ممكن تصير عندنا موديفيكيشنز او تعديلات؟ ممكن يصير عندنا بروتيولايتيك كليفج، وهذا شفناه هوايا. مثل وين شفناه؟ بالانسولين. الانسولين ورا ما يتصنع يصير كليفج، نقطع السي بيبتايد ونبقي فقط الاي بيبتايد والبي بيبتايد تشين، فعندنا بروتيولايتيك كليفج. Membrane and secretory protein must be modified after translation. ممكن نسوي modification بعد the translation. أول شيء secretory and membrane target protein are synthesized as large precursor بالendoplasmic reticulum bound ribosome.
بعدين شنو inject the protein across or into the endoplasmic reticulum membrane as it is translated. فإذا هاي بالبداية شنو هاي إنه يقول secretory and membrane targeted protein. هنا أنا بروتينات تتصنع كشكل بريكارسر مو شكل أكتيف رأساً، لا تتصنع على شكل بريكارسر. وين تتصنع؟ على الرايبوسومات المرتبطة بالإندوبلازميك ريتيكليوم. بعدين يدخل البروتين أما في داخل الإندوبلازميك ريتيكليوم يبقى أو بعدين منها كشنو ينتقل إلى أماكن ثانية. إندوبروتييز هذا شنو؟ عبارة عن إنزيمات تسوي كليفج للبروتين حتى تسوي له أكتيفيشن، تسوي له تنشيط. وين هذا الإندوبروتييز موجود؟ بالإندوبلازميك ريتيكليوم. During sorting in the Golgi apparatus, during storage in secretory vesicle, or at the time of use when they arrive at their final destination. إذن الإندوبروتييز إنه أسوي كليفج للبروتين حتى أسوي له أكتيفيشن، أحوله إلى شكل فعال أكثر. وين ممكن تصير؟ ممكن بالإندوبلازميك ريتيكليوم، ممكن بالجولجي كومبلكس، ممكن بالسكريتاري فيزيكلز الحويصلات اللي راح تفرزه، وممكن بوقت الاستخدام من يوصل للفاينل ديستيليشن، من يوصل للمكان الأخير اللي راح يشتغل به هناك ممكن يصير له كليفج. زين بعد شنو عندنا؟ الدايجستيف انزيم، انزيمات المسؤولة عن الهضم مثل التريبسين والكيموتريبسين والرايبونوكلييز، هذول كلهم يتصنعون بالبداية inactive. بالبداية نسميهم زايموجين. زايموجين يكون inactive غير فعال. وين يتصنعون؟ بالبنكرياس. بعدين يصير لهم بروتيولايتك كليفج، يلا يتحولون إلى شنو؟ active. وين يصير لهم الكليفج؟ بالأمعاء، بالإنتستين. فإذا عندنا التريبسين، الكيموتريبسين والرايبونوكلييز كلها تتصنع بالبداية بالبنكرياس، تكون inactive زايموجين نسميها. من تروح للأمعاء، من توصل هناك يصير لها بروتيولايتك كليفج، يلا تصير active. نفس الشيء المثال الرابع الكولاجين، يتصنع على شكل بروكولاجين، بعدين من ينفرز يصير له سكريشن خارج الخلية بالإكستراسيلولار سبيس، تجي تشتغل عليه. تتذكرون قبل شوية قلنا تجي تشتغل عليه البروتييز، تقطع السي تيرمينال والان تيرمينال حتى تحوله إلى ماتشور كولاجين. فإذا الموديفيكيشنز اللي تصير سميناها بوست ترانسليشنال أهم اثنين، أما غلايكوسيليشن أنلينكت وأولينكت غلايكوسيليشن، والنوع الثاني هو البروتيولايتك كليفج، إنه يصير فد كليفج إلى جزء معين من البروتين ولأسباب عدة أخذناها. آخر موضوع هو البروتين ديجريديشن. البروتينات مثل ما تتصنع بمعدل ثابت لازم يصير لها ديجريديشن، تتكسر ونتخلص منها بمعدل ثابت، يعني تتصنع وتتكسر على مود نحافظ عليها متوازنة داخل الجسم. فالبروتين ديجريديشن ريجوليت بروتين افيلابيليتي، ينظم وجود البروتين اند جين اكسبريشن ان ذا سيل. شلون يصير عندنا بروتين ديجريديشن؟ عندنا طريقتين. الطريقة الاولى اكو جزيئات اسمها يوبيكويتين، هاي اليوبيكويتين تجي ترتبط ويا البروتين وبعدين تاخذه الى واحد من الباثويز اوف ديجريديشن. اذا اول شيء اليوبيكويتين هاي النوع من المولكيولز تجي ترتبط ويا البروتين، ورا ما ترتبط ويا البروتين تاخذه من ايده وتروح وين بي؟ تروح على اكو باثويز اوف ديجريديشن، اكثر من باثوي موجوده بالسيتوبلازم تسوي ديجريديشن عن طريق مجموعه من الانزيمات اللي هي E1 او E2 او E3 انزيم. فهاي الطريقة الأولى هي ارتباط جزيئات اليوبيكويتين مع البروتين وتاخذ إلى واحدة من الباثويز اوف ديجريديشن اللي موجودة بالسيتوبلازم، تسوي ديجريديشن عن طريق مجموعة من الإنزيمات. النوع الثاني من البروتين ديجريديشن عن طريق اللايسوسومات. تتذكرون شنو قلنا؟ قلنا اللايسوسومات هي عبارة عن عضيات محاطة بغشاء، الوسط مالتها يكون حامضي، البي اتش بداخلها تكون قليلة تقريبا 5. ليش؟ لأنه بيها حامض اسمه الهيدروكسيليز وبيها مجموعة من الإنزيمات مسؤولة عن أنه تسوي ديجريديشن للنون فانكشنال ماكروموليكيولز مثل البروتينات، الكربوهيدرات، الليبيد اللي بعد الخلية ما تحتاجها، فتقولها لللايسوسومات أخذيها وسوي لها هيدروليسز. فاللايسوسومات هي عبارة عن ديجريديتيف أورغانيليز، عضيات تسوي ديجريديشن
ليش؟ لأنه عندها low internal pH تقريبا 5.5 وبيها هيدروليز اللي هو شنو؟ مجموعة من الأحماض الإنزيمات مثل البروتييز، النوكلييز، الجلايكوسيديز واللايبيز. whole organelles or vesicles fuse with lysosome and their content are degraded. تيجي الترانسبورت فيزيكل حاملة بداخلها البروتين اللي نريد نسوي له degradation. هاي الترانسبورت فيزيكل يصير لها فيوجن ويا الممبرين مال اللايسوسوم، تفرغ محتوياتها البروتينات اللي ما تريدها، وتبدي هاي الهيدروكسيليز انزيمز تشتغل على البروتين وتسوي له degradation.